السلام عليكم شيرات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اختكم خدو جابتكم كاطو ساك، انما روعه روعه روعه، في يدوب في الفم. شنقول لكم مكونات بسيطه بزاف بزاف، نظن موجوده في كل دار. ان شاء الله غادي تجربوه، غادي يعجبكم بزاف بزاف. بالكاطو تاع القهوه تحشيه الصباح القهوه، نتمنى تجربوه وتخلوا لي تعليقاتكم، وما تنسونيش بلي لايك، تنسوليش بلي جام تاوعكم. وجدادة نقول لكم مرحبا بكم في قناة اختكم خديجة. ما تنسوليش تاني بالاشتراك وتفعيل الجرس، سيختو تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد نتاعي. مرحبا بكم، والبارتاج كترو لي من البارتاج باش يوصل لاكبر ناس ان شاء الله. شكرا لكم، ونبداو الوصفة على بركة الله. كيما راكم تشوفوا في كاطو ساك، روعة 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 الشيرات. شوف خدمتها بال دوك، تشوفوا المكونات تاعها بسيطه بزاف بزاف، ملصقاتها بالشوكولا بيضاء، فريمون يجي تفتت. غادي نحل لكم هنا وحده، فريمون يجي شباب بزاف، يجي هشيش هشيش هشيش. تبعوا الوصفه حتى الاخر ان شاء الله وغادي تستفادوا، ونبداو على بركه الله. بسم الله، غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله في الوصفه نتاعنا تاع اليوم. نتمنى الشيرات تجربوها، ونقول لخواتاتي ما تنسونيش بلي جيم ولي بارطاج، وشكرا لكم على الدعم نتاعكم والمسانده نتاعكم، ربي يخليكم. ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. وجدد نقول لهم ما تنسوش الاشتراك وضغط الجرس باش يوصلكم الجديد نتاعي. كما قلنا عندنا 125 تاع دهان، 125 غرام تاع دهان. غادي نزيدوا لها نص كاس على الزيت، غادي نزيدو سكر كلاص كاس ناقص شويه، فايت النص بشويه تاع سكر كلاص. اللي ما يبغيش حلوه بزاف يقدر يدير غير نص. عندي زوج الحبات تاع البيض، نتمنى تجربوها، غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف. تجي هشيشه تجي بنينه. عندي ان ساشي تاع سكر كلاص ولا مغرف صغيره تاع سكر كلاص. عندي زوج تاع لي ساشي تاع النسكافي، قهوه سريعه الذوبان. كاين هذا الموديل، كاين هذاك الموديل الكاري، تاع ساشي. غادي نحكم المكونات تاعي ونخلطهم، نخدم بيدي، خلطي بيها المكونات تاعك، نخدم غير باليد هادي. ديجا ريحة النسكافي بتقنطلك، تجي بنينة هاد الحلوة، تجي بزاف شابة وساهلة. شفتو المكونات تاعها بسيطة بزاف، ولي تبغي دوبلي الكمية تقدر دوبلي كاع الصوالح، تخلي غير السكر كلاص دير غير كاس. الصورة الآخرين بالبيض قد جو بريفير تخلي غير زوج بيضات تاني. شاولا دوبلي الزيت، انا كمية على حساب هاكا تخرج كمية لاباس بيها. بصح زعما اللي تبغي دير حاجة كبيرة ودزها كاع لا سومان، كاين اللي تبغي دير حلوى تشدلها كاع السيمانة. هنا بعد ما خلطت غادي نبدا فانيلا تاعي. هما غنغلب السكر كلاص، انا مغلبلتهاش، نتوما غلبلو السكر كلاص باش ميطيحلكش فيه ديك ال عارفين. انا غادي الفرينة غادي نغلبلها ان شاء الله. غادي نبدا نزيد في الفرينة تاعي، عارف الفرينة على حساب تلملك العجينة. ندير هداك الساشي تاعي تاع الخمارة تاع الكاطو، نبدا نزيد في الفرينة تاعي على حساب لي خصني. دو بريفيرونس تغلب ليها، ما ديريهاش شي مغرب، ميم سكر كلاص نورمالمون تغلب ليها، انا ما غلبلتهاش بصح تغلب. نبدا نلف العجينه تاعي، تنتحصل هذاك الخليط يكون طري. غادي نزيد هنا مازالت راك تشوفوا فيها، ميم اللي راه دير في تخدم الكاطو وتخدم مشاريع نتاعها تنجم ديرها. وصفة سهلة ومكونات تاعها بسيطة، تقطع لك كمية لاباس بيها. دوك تشوف
شوفوا معايا، تابعوا معايا ودوك تشوفوا. نتمنى ان شاء الله تستفادوا من هذه الوصفات نتاوعي، وصفات بسيطة. هنا نبدا نزيد، شوفوا معايا. هذاك النسكافيه يعطيها لون ويعطيها ريحة تاني ما شاء الله. مامو صاي ما زيدش. هذا هو القهوة اللي تحصلوا عليه. شوفوا اللون تاعها كيجي صفر من داك القهوة تابعة الذوب النسكافيه. مامو هذه هي صاي. تجي العجينة تاعنا هشيشة. باش تمشيلك في داك المحقون اللي غادي ديري فيه. وهنايا نوصيك حاجة، ما تخليهاش تريح، غادي تخدميها تكوني ديجا شعلتي الفرن تاعك، تكوني وجدتي البلا اللي درتي لها بابي كويسون ولا درتي بشوية تاع الفارينة ديريكتومون، غادي تكملي الخليط تاعك تبدي تخدمي فيه. انا غادي نوجد البلا، نروح نشري ليديا ونجي نبدا نخدم فيها ان شاء الله. هنايا كيما كنت تشوفوا انا بديت نخدم في الحلة تاعي، كيما وصيتكم تخدموها اون ديريكت، ما تخلوهاش تريح. انا عندي هذا تاع بيسو اللي عندهم لوبو تاع بكري داك الكبير سيميو، انا ما عنديش، عندي غير هذا تاع اللي نتوق به الكاطو. شوفوا الشكل تاعها كيجي. غادي تكملي كاع الكميه تاعك وديريها في الفوق، الفوق تاعك ما تقويش النار، النار تكون قليله باسكو بخوف يطيبو. تخلي الكاطو تاعك حتى يطيب وتجبديه تخليه يبرد. شوفوا غادي تقطع لك كميه ما شاء الله. غادي نكمل انايا كيما هكا البلان تاعي، هذه هو الكاطو تاعنا تاع اليوم. غادي نكمل الكميه تاعي ونعاودو نتلاقو ان شاء الله. غادي نخدمها بالشوكولا بيضاء. انا دائما ندير فوق 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 الفرن تاعك، باسكو انا عندي فرن اخر داك تاع الغاز، ماشي تاع الكوشه، ماشي تاع الكويزينير بليطو. ندير فوق الطاوة تاعي تاع الشوكولا، ولا ديرو بان ماغي باش تذوبو الشوكولا بلون تاعكم، باش نلصقو بها لكاع الحلوى نتاعنا. انا غادي نكمل كيما هاكا، كيما تشوفين نخدم فيها هاكا، غير نمسح فتسح فيها غير بشوية حتى تكمل الكمية تاعك. انا غادي نكمل الكاطو تاعي ونديرها في الفوق يطيب، نعاود نوريكم بعد شنو نزيدو. هذا هو الشيرات الكاطو تاعنا بعد ما طاب، كيما راكم تشوفو الله يبارك ما شاء الله. نتمنى منكم تجربوا هاد الوصفة، تجي فغيمون يجي الكاطو تاعها هشيش الله يبارك ما شاء الله. هنا بعد ما طاب خليتها برد شوية، دوب الشوكولا. انا استعملت دادا شوكولا بلون، انتي الماركه اللي تبغي تستعمليها تنجمي تستعمليها. هنا دوب تاع في بان ماغي. اش غادي ندير؟ دوك غادي نلصق الحبه تاع الكاطو تاعي والشوكولا بان ماغي بلون، هي الشوكولا تاعي راه واجده، والكاطو تاعي خليته حتى برد. غادي نبدا نلصقو حبه مع اختها. غادي نبداو على بركه الله، نبداو نلصقو في الكاطو تاعنا. جاني فريمون فريمون، نتمنى شي تجربوه. غادي تحب الحبه تاعك قطع لي شويه تاع الشوكولا نلصقها مع اختها. ونحطو في صحن التقديم. غادي نلصقو الكاطو تاعي حبة مع اختها. دوك تشوفو معايا هكدا، ونخليو الكاطو تاعنا يبرد. هذا هو الكاطو تاعنا، الكاطو ساك تاع اليوم. انا غادي نكمل كامل الكمية تاعي ونعاودو نوريكم كيفاش جاني. نتمنى ان شاء الله تجربوه، غادي يعجبكم اكيد. مرحبا بكم الشيرات.